خرجوني لدار الطفل، جو بالغاز بالعصاي، وقفونا ضربونا بالغاز، خرجوني لاباس نمشي على ساقي، طلعوني في الكهرباء، زوني للمركز، هبطوني للكاف، قالوا لي صح الكهرباء هذايا، صح اللي عندي كسرت برشا كراهب، واحد اللي عندي مكسرهم الكراهب هذوما الكل. قلت لهم هذي مش مكسر حتى كهرباء، راهي الكهرباء هذايا راني تبست انا وخطيبتي، طيشت لي الخاتم، راني هزيت الخاتم مع حجره، راني تخششت عملت تكت، راني ضربت الكهرباء مش بالعاني، معناها لا فركستها لا سرقتها لا عملت حتى شيء. قالوا لي ليه انت سرقتها وسرق برشا كراهب اخرين؟ قلت لهم ليه هكاك هكاك، سبوني سبيتهم، دخلوا عليا بالضرب، ضربوني ضربوني، نسمع كان هيقف هيقف راه باش يموت، هيقف راه باش يموت، فقت نلقى روحي في السبيطار، ضربوني بالعصاي، ضربوني بالغاز، ضربوني في راسي، ضربوني في يدي، كبسوا لي المينوت، علقوني الفوق، نسمع كان ضربوني نحوا لي دبش، طشوني بالماء، دخلوا علي يضربوا فيا بالكف وبالعصي، نسمع كان هيقف هيقف راه باش يموت راه باش يموت، هذاك سمعت. ومن بعد فقدت الوعي، فقط كان في السبيطار. شوف كان في الدنيا فلو، ظلمة في يدي، ظلمة في عيني، الدنيا عيني مغمضة، ما في بالي بحد شيء. نسمع كان في السبيطار يحكوا مع الطب كهو، نسمع كان في أصوات تركي فيها كهو. جابوا لي دويات، قالوا لي شد اشربها، شربت الدويات هذوكم، بعد ما فقت بحد شيء. هزوني هذا السبيطار الاولاني، حبتوني على الماكينات، دخلوني على الماكينات، فقط نلقى الماكينات دايرين بين، نلقى روحي في البلوك. كيف قد احكي معايا الطبيب؟ قال لي راك جابوك للسبيطار، قال لي رام جابوك هكايا، قال لي رام جابك الحاكم هكايا. نلقى الضربات هذوما في يدي وفي راسي، نلقى تلمس هكايا، عندي وجيعه في راسي، مس نلقى روحي مضروب، عندي دم في راسي، وعندي ضربات لي في يدي هذوما مكريتهم، وزلعات في كتفي، وزلعات في ظهري كهو، عندي شويه وجيعه في يدي وفي راسي. نلقاو مرهوش، تو نقف ندوخ، نقف نحس روحي لعبت علي الدوخ. Thank you.